سحبت قرعة الدرع، درع المئوية، وأيضا قرعة الدوري بحضور سمو الأمير علي ووزير الشباب وأيضا أعضاء الاتحاد الأردني لكرة القدم والأعضاء وأسرة كرة القدم الأردنية والإعلاميين. هذه اللقطات من مراسم القرعة اللي سحبت، طبعا أطلق عليها قرعة أو دوري أو عفوا درع المئوية بنسختها الاستثنائية بمشاركة أندية المحترفين، تقام بنظام الدور المجزأ من مرحلة واحدة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية. أيضا سحبت بهذا الحفل أيضا سحبت قرعة بطولة الدوري دوري المحترفين، مشاهد كابتن براء مرعي وأستاذ عوض الشيبات بمراسم القرعة. والله القرعة هي قرعة في نهاية المطاف، لكن الحمد لله كانت النتائج الأمور إيجابية. كنت حاب أنا مباراتنا مع الوحدات الأولى تكون يعني بعد أسبوعين ثلاثة، جت في الأسبوع الرابع مناسب حتى تكون الجماهير تحمس، تكون في حضور جماهيري مميز إن شاء الله. كإدارة سوينا اللي علينا، الآن الباقي على الشباب بالملعب، واللي كلنا الثقة 100% إن شاء الله أنهم راح يقدموا أقصى ما يملكوا بإذن الله. يعني هي مناسبة نقول للاتحاد الأردني لكرة القدم إن شاء الله بداية موفقة لموسم جديد. تعرف الناس متعشى كرة قدم، الأندية صار فترة سباق طويل، وبالتالي يعني كلهم كانوا ينتظروا إن شاء الله بداية الموسم، ونتمنى التوفيق لكل الأندية الأردنية والنجاح لكل بطولات الاتحاد حسب الأجندة اللي موضوع على هذا الموسم. طموح الفريق أكيد إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله إنه في المقدمة بإذن رب العالمين. قرعة وضع طبيعي، أنك تعرف راح تجي سواء من مع الفرق الكبيرة أو راح تلعب مع كل الفرق. اليوم الدرع بطريقة جديدة، راح نلعب نصف موسم 11 مباراة، أكيد راح تكون مباريات كثير مهمة للأندية لأنها راح تساهم باستعداد للبطولة الأهم اللي هي الدوري. أعرف الكرة العربية جيدا، فقد دربت في بلدان عربية مختلفة. أنا سعيد لوجودي هنا، عندي معلومات عن الدوري والدولة والثقافة. أنا سعيد لبدء العمل الجاد ومحاولة عمل شيء هنا. أيضا على هامش الحفل كان هناك أيضا تكريم للنجوم اللي كانت حاضرة في الموسم الماضي. تم تكريم مجموعة من اللي حصلوا على الجوائز. نبدأ بالفيصلي اللي كان نصيب الأسد منها أول جائزة، اللاعب النظيف حصل عليها الفيصلي، إضافة إلى أفضل لاعب صاعد، وأيضا فاز فيه لاعب أمين الشلاينة. أبو عابد جمال أبو عابد فاز بجائزة أفضل مدرب، وأيضا جائزة أفضل حارس ذهبت إلى الحارس النادي الفيصلي والمنتخب الوطني يزيد أبو ليلى. ثم بعد ذلك أيضا أمين الشلاينة جائزة هداف الدوري، والختام بجائزة أفضل لاعب وفاز فيها لاعب حسين إبراهيم سعد. طبعا هاي جائزة أكيد مستحقة لمنظومة النادي الفيصلي كاملة وليس لجمال أبو عابد، يمكن إحنا بنمثل الرمز بالآخر، ولكن هي مجهود جميع المنظومة من إدارة لجماهير للاعبين لأجهزة فنية وإدارية، أكيد كلها كانت في بوتقة واحدة أدت لأنه الفيصلي يفوز في أصعب موسم يمكن بتاريخ الأردن، موسم استثنائي، ثلاث فرق بتشارك فيه بتنافس على البطولة لآخر أسبوع. أكيد هذا الموسم حتى جوائزه يعني إلها نكهة خاصة لأنها كانت تأتي بصعوبة جدا. أكيد جائزة بتعني لي كثير، خصوصا أول جائزة لي، بحكي إن شاء الله تكون هاي البداية مش النهاية زي ما بيحكوها، إن شاء الله المواسم القادمة ألاقي حالي كمان موجود هان وبنافس عليها، فالحمد لله رب العالمين بعد تعب موسم كامل قدرت أني أحصل على الجائزة. شعور لا يوصف، شعور بالقلب، يعني أنا مدام أهلي فرحانين ومحبين فرحانين أنا فرحان من قلبي كثير كثير،
الحمد لله رب العالمين قدرنا نحقق الجوائز هذول ان شاء الله بالموسم الجاي بنقدر نحقق الجوائز الثانيات ان شاء الله. شعوري كثير يعني مبسوط لانه ما جاش من فراغ، اجى من تعب وجهد وتركيز. الحمد لله رب العالمين، يعني كثير حراس بيستاهلوها كمان، يعني وكمان زميلي عبد الله الفخوري بالمنتخب بيستاهل وبيستاهل اكثر من هيك، لكن هي بتصفي تفاصيل صغيره وان شاء الله هاي بتعني لي يعني شيء كثير، باذن الله تعالى بقادم الايام نحقق جوائز اكثر واكثر لجمهور نادي الفيصلي واداره نادي الفيصلي باذن الله. ايضا على هامش الحفل اللي كان فيه القرعه، ايضا كوناك حفل توقيع الاتحاد الأردني لكرة القدم لاتفاقية رعاية مع شركة CFI لرعاية أنشطة الاتحاد في المواسم الثلاث المقبلة. نتابع لقطات أيضا من هذا الحفل، وثم بعد ذلك طبعا كلمة لسيدة سمر نصار أمين عام اتحاد الأردني لكرة القدم، ثم بحضور سمو الأمير علي كوناك أيضا توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأردني والراعي الجديد لنشاطات الاتحاد في المواسم الثلاث المقبلة. احنا سعيدين للشراكة الاستراتيجية الجديدة مع شركة CFI، وبهاي المناسبة رح يكون الراعي الرسمي والقطاع الرسمي للتداول المالي، وحيكون راعي بشكل رئيسي لبطولة كأس الأردن CFI، ونحن سعيدين لثقتهم ودعمهم لمنظومة كرة القدم، دعمهم للمنتخبات وللأندية، والشراكة إن شاء الله هاي رح تمتد لثلاث مواسم. بما أنه احنا قادرين اليوم، احنا كمان قديمين بموضوع الدعم بالرياضة، احنا ابتدينا دعمنا بالرياضة باتحاد الأردن لكرة السلة للسنة الثالثة على التوالي، وإن شاء الله بداية موفقة مع اتحاد الأردن لكرة القدم.